المرحله اللي جيت فيها للرجاء البيضاوي فلعبت في البدايات ديالي، ما كنتش نلعب بزاف، ولكن الانطلاقه ديالي كانت في مع المنتخب، كنت نلعب في الرجاء ولكن ماشي خرازي اللي كانوا اللي كيعرفوه الناس. من بعد من طاقت المنتخب، لان تعرف ان المنتخب تتكون واحد كتنقول واحد بحال بروجيكتور، يعني كلشي تيشوف في المنتخب واي لعاب تيبغي يلعب في المنتخب تكون واحد النقطه ديال الضوء كبيره، سيرتو فلاش ديال الصغار بحال هادو دابا ديال بهذه المناسبه اللي تنبارك لهم التاهل ديال كاس افريقيا موافا مع زكريا عبو. فهاد التظاهرات هادو هما اللي تيخليو هاد اللاعبين الشباب يظهروا، ومن هاد التظاهرات كانت الالعاب الفرنكوفونيه هو اللي دارت فيها. فاللي دارت الالعاب الفرنكوفونيه جات واحد المرحله ديال الرجاء البيضاوي ان ضروري في ديك الوقيته تقريبا 2001 ضروري خاصهم يبيعوا اللعابه، يعني ما كانش بحال دابا الفلوس، كان يبيع لعاب جوج لعابه باش يسير العام وعاوتاني من العام الاخر ثاني لعاب جوج لعابه. فانا كنت من دوك اللعابه اللي تباعوا داك في العام 2001، والصراحه كنت نتمنى انني نريح في الرجاء البيضاوي باش نقدم ونعطي للجمهور اللي كان يبغيني بزاف، وكان يتسنى من سعيد خرازي يعطي شيء الكثير فريق الرجاء البيضاوي. جات واحد الوقت اللي هي اش غنقول بين مد وجازر كاينين فراقي، جاو دارت بالزربه ولعبت بالزربه وتشارت بالزربه، وفي نفس الوقت مشيت بالزربه، يعني ما كانش الوقت باش نلعب، ما كانش عندي الوقت باش نلعب بزاف في الرجاء البيضاوي، وانتقلت للعين.